دور كبير بيقوم بيه صندوق تحيا مصر في الحمايه الاجتماعيه، سواء من خلال مبادرات مختلفه او القوافل اللي بتجوب المحافظات، دعم او تقديم الدعم للفئات الاولى بالرعايه في كل محافظات مصر. نتكلم النهارده بتفاصيل الدور اللي بيقدمه صندوق تحيا مصر فيما يخص برامج الحمايه الاجتماعيه مع ضيفي اللي مشرفني الاستاذ هشام خليفه، مدير برامج الحمايه الاجتماعيه بصندوق تحيا مصر. صباح الخير يا استاذ هشام. اهلا. صباح الخير يا استاذ ايه، اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. بدايه وتعريف سريع ومختصر عن الحمايه الاجتماعيه. خلينا نتكلم ان الحمايه الاجتماعيه واحد من اهم محاور عمل صندوق تحيا مصر، اللي بتهتم بتقديم كافة أشكال الدعم لكل الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية بشكل مجاني تماماً وبدون مقابل، وده بيتم من خلال قوافل ميدانية بتجوب كل المحافظات 27. طيب انتوا طبعا ليكوا دور كبير طول الوقت، من سنوات بنشوف تقديم مواد غذائيه، بنشوف في ملابس جديده في المناسبات زي الاعياد زي رمضان وغيره. دلوقتي احنا في دخله مدارس، واكيد الصندوق له دور دلوقتي في تقديم الحمايه الاجتماعيه مستلزمات المدارس للاسر الاولى بالرعايه. ايه المبادره اللي انطلقت مؤخرا في هذا الشان؟ مؤخرا واستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، صندوق تحيا مصر بيوفر عدد كبير جدا من الشنط والادوات المدرسيه للطلاب في المدارس ب 27 محافظة، وده بيتم من خلال تنظيم معارض تحت شعار أهلا بالمدرسة أو هنرجع المدرسة تاني. ده بيتم فيه توزيع عدد كبير جدا من الشنط والأدوات المكتبية على أطفال الأسر الأولى بالرعاية. مش بس كده، كمان احنا بنجيب مجموعة كبيرة من الكتب الخارجية نظرا لارتفاع أسعارها دلوقتي ومش في مقدرة كل الأسر إن هي توفرها. الحمد لله بيتم توفيرها من خلال الصندوق خلال الفتره. بتبقى بشكل مجاني ولا باسعار رمزيه؟ بشكل مجاني تماماً. كل الخدمات المقدمه من خلال صندوق تحيا مصر للاسر والاطفال بتتم بشكل مجاني تماما وبدون اي مقابل. بنوصل لهم ازاي الاولى بالرعايه او المحتاجين فعلا لمثل هذه المبادرات والخدمات؟ خلينا نتكلم على مبادرات الحمايه الاجتماعيه بشكل اكثر تفصيلا. فلو هنتكلم عن الحمايه الاجتماعيه هنتكلم عن مبادره بالهنا والشفا. بالهنا والشفا مبادره بتهدف لتوزيع المواد الغذائيه على الاسر الاولى بالرعايه في كل المحافظات. الحمد لله منذ بدء المبادره لحد دلوقتي احنا قدرنا نوصل لاكثر من 24 مليون مستفيد من خلال قوافل ميدانيه بتروح كل المحافظات، وكمان بنكثف جهودنا في المحافظات النائيه والمحافظات الحدوديه. نعم. اللي بيصعب. بس قبل ما نتكلم عن باقي المبادرات، انا كان سؤالي عن ازاي بنوصل للمستهدفين، يعني المستهدفين من مبادره بالهنا والشفا اكيد مختلفين مثلا او فيهم نسبه مختلفه عن المستهدفين من دكان الفرحه عن مستلزمات المدارس وخلافه، ازاي بنقدر نعمل حصر ليهم؟ بالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه اللي بتنزل وتقوم بعمل ابحاث حاله للاسر في القرى والنجوع والمراكز وفي كل الاماكن، وبالاستعانه بقواعد بيانات وزاره التضامن الاجتماعي بنقدر نحدد الاسر الاكثر احتياجا اللي احنا بنشتغل عليها في كل المحافظات وفي كل المبادرات. طيب نروح بقى للمبادرات الاخرى تباعا. حضرتك اتكلمت عن مبادره بالهنا والشفا، في مبادره اخرى دكان الفرحه. دكان الفرحه بتستهدف ايه وبتوصل ايه؟ دكان الفرحه مبادره اطلقها صندوق تحيا مصر في 2019 لما جالنا تبرع بعدد كبير جدا من الملابس. الحقيقه احنا لما بيجي لنا تبرعات بنبدا نفكر في افضل استغلال للتبرعات دي وهنستخدمها ازاي. دكان الفرحه بدات لما جالنا تبرع بمجموعه كبيره جدا من الملابس، بعد فرزها اتضح ان هي كلها براندات مشهوره جدا. لما اتفرزت ملابس ايه اكتر فئه ممكن تناسبهم، فلقينا ان هي فئه الشباب في الجامعات. بدانا نفكر في اسم المبادره، لقينا دكان الفرحه. دكان الفرحه بتوزع الملابس الجديده على طلاب الجامعات الحكوميه من خلال معارض بيتم تنظيمها في الجامعات. الحمد لله قدرت المبادره لحد دلوقتي ان هي تنفذ أكتر من 25 معرض لأكثر من 125 ألف طالب وطالبة. الموضوع بيبقى مبهج جدا. الخدمة بتتقدم بشكل يليق بأبنائنا وبناتنا الطلبة من خلال تنظيم معرض، وبيحس أنه داخل براند من البراندات بيختار اللي بيناسبه من ملابس بحرية تامة وبدون أي مقابل. الحقيقة دكان الفرحة مش بس بتقتصر على طلاب وطالبات الجامعات، هي امتد نشاطها كمان لتشمل الأطفال في دور الأيتام، مسنين في دور المسنين، ومؤخرا في مارس 2023 أطلقنا أكبر حملة كساء لدعم الأسر بقى الأولى بالرعاية. الموضوع ما بقاش مقتصر على الطلاب والأطفال بل امتد للأسر، وأطلقنا الحملة في مارس. الحمد لله قدرنا لحد دلوقتي ننفذ 17 معرض استفاد منهم أكتر من 37 ألف أسرة من خلال برضو تنظيم المعارض في كل المحافظات. اشتغلنا لحد دلوقتي في 14 محافظة ولسه مستمرين. المعارض بتتيح لكل أسرة إن هي تدخل تختار ما يناسبها من ملابس.
ومش بس ملابس، بيبقى فيه بقى مجموعه من المفروشات، الادوات المكتبيه، الشنط المدرسيه، الادوات المدرسيه، مجموعه كبيره الحقيقه ومتنوعه، وكل الخدمات بتقدم للاسر دي بشكل مجاني اللي تماما. اللي هو عايزه بيخرج مجانا بدون ما يدفع ولا مليم ولا حتى اسعار رمزيه. طيب تجهيز العرايس بقى، المبادرات المتعلقه بتجهيز العرايس. هي الشق الثاني من دكان الفرحه هو تيسير زواج الفتيات اليتيمات والفتيات الاكثر احتياجا. بيبقى صعب دلوقتي في ظل ارتفاع اسعار كتير من السلع على فتاه يتيمه الابوين او يتيمه احد الابوين انها تشتري لنفسها مجموعة من الأجهزة الكهربائية. الحقيقة وفرنا من خلال دكان الفرحة في صندوق تحيا مصر أكتر من 2000 باكج، وتم تيسير زواج أكتر من 2000 فتاة في 27 محافظة. احنا كل فتاة بيتم دراسة حالتها الأول، في مجموعة من المعايير اللي بناء عليها بنختار أكثر الفتيات احتياجا. هل هي يتيمة الأب، هل يتيمة الأم، هل يتيمة الأبوين، وتبدأ تاخد درجة. وهي لو مش يتيمة أصلا بس فعلا من أسر الأكثر احتياجا بتاخد درجة، وبالفعل بيتم تيسير زواجها. والحمد لله أن احنا بنحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في صندوق تحيا مصر، وبنحاول نقدمها ليه المواطنين في أفضل وأكرم صورة. احنا كل فتاة بتحصل على باكج تيسير الزواج ده بيكون عبارة عن 14 ايتمز مختلفين، منهم 8 أجهزة كهربائية، كانت ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، مروحة، خلاط، مكوى. مش بس كده، احنا كمان بنتطرق للإكسسوارات، الميك اب، الملابس الجديدة، هي تقريبا بتاخد كل حاجة. طيب المبادرات دي بتوصل للأماكن الحدودية، نتكلم على حلايب وشلاتين، على رفح، يعني بنوصل للأماكن دي؟ بكل تأكيد احنا بنكثف من جهود برامج الحماية الاجتماعية في المحافظات الحدودية اللي صعب يوصل لها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الصغيرة. الحمد لله بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بننفذ عدد كبير جدا من القوافل. كنا في حلايب وشلاتين زي ما حضرتك تفضلتي، كنا في سيدي براني، كنا في سيوة، في شمال سيناء، في العريش، مجموعة كبيرة من الأماكن اللي بنغطيها. وكل ما زادت التبرعات وكل ما فضلت الناس بتساهم وبتدعم صندوق بشكل مستمر، بنوسع قاعدة المستفيدين وبننتشر في عدد أكبر من المحافظات. كل شكر ليك الأستاذ هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، على التفاصيل وعلى دوركم المقدر جدا. شكرا جزيلا لحضرتك.